وعندكم متزوجين من 96 من ست احسب لي سي انور في الحساب راني كعبالي انا بيدي ماني كنا نغلط حاسبك سنت هي تتغشش وانا ضعيف في الحساب 27 27 سنه 28 سنه يقولوا لي الاعداد يعطيهم الصحه ديما الفكره المتداوله انه زواج الفنانين غير ناجح ومقلق وزوج فنانين مع بعضهم ويحكيوا في نفس المواضيع وفما كل منافسه وما برشا حاجات هذا صحيح شنو هي سر النجاح خلينا نقولوا بينكم مدام سونت الحب الله تسمع لا قالتها بالعربية وبك الصوت الواحد معناها تورط فيه من الحب كلي أنا باش نقول معناها الاستجمام تي طبعا هي كذات حطوا موسيقى جميل شكرا للسيد المخرج خليني نسمع الحب احكي لي كيفاش بدات القصة خليني نكتشفوا للتاريخ للناس اللي ما تعرفش هي البداية كانت من مسرح المدرسي المسرح المدرسي كان أنور يخدم في مجلة الإذاعة أنا كنت إعلامي راه محرر في مجلة الإذاعة مع الرائع صالح شغام صالح شغام الله يرحمه قبل ما ندخل فرقة التنفيذ وأنا عندي مسرحية اسمها سوندس كان أستاذ متاعي معتها كنت خميخة دور بطولة والمسرحية هذه فيها محلية نتذكرها التوى معتها كانت مسرحية رائعة جاء أنور يعمل في انترفيو ومن انترفيو طلب مني باش نولي نلتحق بهم معناتها عندهم فرقه وقتها فرقه الخيال المسرحي باش نولي معاهم عندي دور في المسرح وكهو البدايه كنت من المسرح احكي لي انت توا شي وميمه خويتي توا علي فرصه نحب نعرف انا نصور الناس زاد تحب تعرف اي با انا ديما ما قلت الامور العائليه والخاصه ديما لا مانيش باش ندخل في الامور انا نعرفك راه دونك صحيت معناها الفنيه اكثر اما بالحق معناها هي كانت مفاجاه اولا على مستوى انها ممثله انا كنت نكتب في الجريده في المجله العريقه مجله الاذاعه والتلفزه رئيس تحرير طبعا صالح شغام وما ادراك باش يعرفوا الناس اللي ما يعرفوش الباركور نتاع نور العياشي كنت في المجال الاعلامي عندي قلمره وعندي حاجات إلى حد الآن مكتوبة ومن بين أصدقائي وقتها اللي عملت لهم حوارات نجاة عطية نحب نحييها برشا فنانين وقتها كنت مختص في المجال الفني وعليش ما كملت والله لا وقتها فرقة التمثيل وقتها تم معناها عملت تجربة بتاع تمثيل ووقتها أعجبوا بي الحمد لله عجب كبير فقالوا لي يزمك تتفرغ وتفرغت في فرقة تمثيل ما نجمش نوفق بين الزوز رجع لي للحب العلاقة كيفاش صارت بالحق مشيت نعمل في تغطية على مهرجان المسرح المدرسي في قليبيا شفت مسرحيات جات للمسرحية هذه اللي اسمها سوندس أنا نتفرج من بعد وأنا وقت عندي جمعية متاع هوات متاع مسرح طفل مع صديقي وحيد مقديش وسلاح العمدوني نحضر عندي نص نخدم عليه مع علي محسن العرفاوي هو اللي عامل دراماتورجيا والنص للشاعر حافظ محفوظ مازلت ما عملتش الكاستينج نتفرج في المسرحية ونشوف في حاجة رهيبة جدا سيرسان معناها انرجي وشارج وعياط حاجة مش متاع عبد يعني. صدقني كنت فودر الساعة في الممثلة في الأداة فنية حد متاع مش متاع هاوي ولا مسرح مدرسي معناها بوتنسيال أقوى قلت أي هذه نعمل لها انترفيو والله من الأول كانت انترفيو خاطر نشوف فيها في المسرح من بعيد ما قربتش ندري عليها نشوف فيها خليك غلطت مشيت للسعيدة أختي تسخيلي أنا صحيح شافش يعملها أختها معاها مشي خاطر من بعيد شابوا لبعضنا مشي من بعيد نشوف سألت شكون اللي مثلت الدور وقتها الأستاذ متاحة سي الشرميتي سي الشرميتي وقتها أستاذ مسرح في نهج مارسيليا فقال لي هيا موجودة عيط وقال لي راي مغرومة وبربي انت كان عندك مسرحية عيط لها قلت له هي راه عندي مسرحية باش نحضرها وعندي جمعية طون عيط لها بديت نسأل فيها ساعة أول سؤال سألتها وسلمت عليها هكا الوجه مشى لوين وجاء لوين حمارة زراقت هي الدنيا حشمرة كده أول مرة هي هكاكا فوقت لي سلمت أنا بيني وبين روحي وقتها ذكرتها من بعد قلت شنية الغلبة ذي ظهر لي النوعية ذي شي يركب على بعضه أما قلت أنا في مهمة متاع عمل كل حاجة بلاصتها في لحظة وف قلت نرجع رجعت عملت لها حوار ما نعرف شنو سين وجيم وما نعرف شنو مرات جاوب فيا بكل حماس وحسيتها تحب ياسر المسرح وأنا مغرومة وأنا ودارنا ولقيت صعوبات حاصل الانترفيو ظهر لي مازال موجود في مجلة الإذاعة تو نهار نخرجوا وتشوفوا بعد جاني الأستاذ قال لي بربي يا سي أنور راهي مغرومة راهي هبلتني نهار كل تحب تعمل تجربة في المسرح ما تقعدش في الليسي برك بربي هاو نمروها عمرك قديش هوني سامحني
في الصغيرة برشا صغيرة صغيرة تي صغيرة قلت لك وانا دوب ما وانا في العشرينات تقريبا 21 حاجة كيما كاية قال لي هاو نمرو نتاع الدار نتاعها واطلبها ولا اعطيني نمرو قلت له هاو نمرو الإذاعة قل لها تطلبني مد لي النمرو ونتذكر كيما تو كتبته في مكتوبي وحطيته بعد نسيت الحكاية الحق عديت المقال ونسيت الحكاية جملة نهار ما نعرفش كيفاش هو طلبني في الإذاعة قال لي وين كلمتك أنت نعرفك ونحبك ونحترمك كلمتك على ذيك باش معاك في المسرح راهو قابلتها وقالت لي ما كلمنيش قلت له لا ضيعت النمر عاود عطيني أعطاني النمر وطلبت وقتها في الدار ما نعرفش شكون هزت وقتها عمتها ولا ما نعرفش شكون قالت لي شكون هما عندهم هكا ممثل نوع رغم اللي راهو معناها كانوا العائله راهو ارتبط ممثل هما رغم اللي ولاد بلاد نسابي ربي يفضلهم معناها لكن شكون قلت لها ليه الاذاعه الاذاعه فرحوا هما الاذاعه ما حبيتش نقول انا شكون نكلمها نهار ازرق قلت لهم الاذاعه قالوا هاي عيطوا لها اجا الاذاعه كلمتها قلت لها انا فلان فرحت برشا المهم تقبلنا جات للجمعيه ومن وقتها وعطيتها النص بدات تقرا نلقى البيرسوناج اللي لوج عليها ابتدت الرحلة يعني بالضبط. هي قالت سر نجاح العلاقة الحب وانت شنو تقول لا ورقة الضوء ورقة الضوء كيفاش ما هربت بيك كي معناها تيخي وخيتي مالا ما نجم يقول لك العشرة الاحترام لا 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 ثم برشا حاجات نجم تنجح أنا العلاقة أنا نقول الكل 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 صحيح ما نجمتش تكون علاقة كيما كيما غير حب أكيد أمانة كابريكور ما نحكيش فيهم الأمور هذه جد عملي برشا لا الجد يبدأ يعمل على روحه ويخدم ويلزم أنا فيغسو قلت صحيت صحيت وأنت شنو؟ فيغسو أما أنا أكثر شيء بصدق معناها من الحشمة والأخلاق والتربية والاحترام وبالحق معناها ومن بعد العشرة الكبيرة برشا والصدق ثم راوش أخزر ثم مواصفات يكذب عليك اللي يقول لك كل راجل ثم مواصفات يحبهم في المرأة اللي أنا عددتهم تو الجمال والدنيا ذيك الكل اللي هم متوفرين فيها لكن هذوما كلهم عندي أنا رام عند الرجال راهي مرحلة ثانية غير ثم كل يبدأ عامل فيها زعمة زعمة هذاك يدور 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 من بعد كان تعمل له أي زابينج متاع سلوك نرجع لكم لدوركم في الحصاد قلت مثلتوا زوزاخ وفما مشهد عطيتها طريحة هكا ولا الضرب ذيك كان بالحق ضرب سندس حمو ما كان بالحق خاصة متاع بايخ ميس يمين تيعرف يضربك السوت ذيك روح بسقايل كلهم شلطين بالدم حيد وهذا أنور هذا أنور وقت حذيت معناتها شخصية خميس لا باتفاق مسبق باتفاق مسبق قلت لها قلت لها ما أنا باش نعرسه قلت لها ما أنا باش نعرسه هاكي باش تذوقي نماذج من الزوج الصعيب ما مش هذاك أنا انا بعد الزواج راهو بالخزر نحب كي نخزر كي لا لا اي اي فوقت اللي جاتك ومن بعد ما مات خميس شيخ درت عليهم هي وسونيا بنت سي عبد القادر الجربي الله يرحمه ودخلت عليهم دخلت هو نور الدين بن عياد كلاه ما عندكش فكره اللي ضحكناه في المسلسل للناس اللي ما تعرفش نور الدين بن عياد وقت اللي تشدوا مرته خديجه بن عرفه الله يرحمها تبدا تضرب فيه الراحه ازاي احنا نعملوا روحنا باش نحزوا عليه ونحن نضربوا خاطر نور الدين باردي فو في الليل كي نبداو ساهرين نحضروا في السيكونسيت راهو كان جو اخر تماش عبد يجيك مش حافظ النص ولا توا تكلم واحد صارت لي مع بعض الممثلين ما قراش النص في الدار يبدا يقول لي يا اخي هذا مش محضر لا لا نبداو في الليل بروفيسيونيل في الليل ريت نكملوا التصوير 9 ل 10 نتاع الليل نتعشاو ومن بعد نسهروا نص الليل ماضي ساعه ونعملوا ريبيتيسيون ونبداو نحكيو كيفاش نخدموا هذه كيفاش نقترحوا على سي عبد القادر عاد في العركه هذيك يقول لي اسمع خلي يضرب خميس وانتم حزوا خليها صادقه مسكين سي نور الدين نحبه برشا صاحبي خويا عاد احنا نتذكروا على نور الدين بالعايد كي تيح اللوطه وتفشخ فيه فرتو نحسبوا روحنا نحز وانا بعد ما نكملوا التصوير يقول لي ثم ضربه جاتني مش متاع خديجه نقول له نور الدين طبعا انا متاع هذا يعمل لي انور والله راي ضربه من اللوطه فضل